العمل استوحاه هشام من الطريقة اللي بتم فيها تحضير الجماهير بكل دول العالم، وكيف بيعملوا هاي البروباغندا، كيف بيعلقوا اليافطات، كيف بيخلوا الناس تتحمس تصوت لفلان أو لفلان، بشعارات معظمها بيكون رنانة وهمية. العرض بيحكي عن الطبقات المجتمع المختلفة، يعني بتشوفي طبقة أفقر شيء، الأغنى والأغنى والأغنى والأغنى، وهن ممثلين بشخصيات. نقد مصوبينه بشكل كتير صحيح، وبيحكوا وضع البلد عنا. يعني بصراحة حالة البلد شفناها هلأ هون بهالساعتين، تحسي مشغولة عليه بطريقة كتير حلوة، بطريقة عن جد هيك، يعني عم بيقول الوضع العام بالبلد بطريقة هيك كتير سلسة.